صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، فالحسنات هنا ماحياة للسيئات، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث القوم الذين يختلون بمحارم الله أنها سبب في ذهاب حسناتهم وإن كانت مثل جبال تهامة، وإن كانت مثل جبال تهامة، فكيف الجمع هنا حيث أشكل علي ذلك؟ ما أدري عن اللي قال عن الرسول أن السيئات يذهبن الحسنات وإن كانت الحسنات مثل جبال تهامة، ما أدري عن هذا، لكن الله جل وعلا قال وأقم الصلاة طرفي النهار زلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبب نزول الآية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه حصل منهما امرأة كل شيء إلا الجماع، النظر واللمس، وجاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأنزل الله هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار، يعني صلوات الفرائض، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالذي يحافظ على الصلوات الخمس يغفر الله بها السيئات الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة، لكن هذا في الصغائر النظر واللمس أو الكلام مع المرأة هذا من الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة. نعم.